وهناك مجموعة من المبادئ الخاصة بتصميم العقود التفاعلية ثلاثية الأبعاد، وهي: يجب أن يكون هناك إعداد جيد للمحتوى المراد عرضه، يجب أن يكون المحتوى مناسب للزمن المخصص للعرض، يبقى عندي محتوى لازم يكون الزمن اللي هعرض فيه البرزنتيشن بتاعه والعرض بتاعي يكون الزمن بتاعه مناسب لكمية المحتوى الموجود، لابد أن يتناسب المحتوى مع قدرات الطالب الاستيعابية والعقلية، كمان يجب أن يتدرج العرض من السهل إلى الأصعب في عرض المعلومات، أن يتم العرض للمعلومات بتسلسل منطقي، أن يتخلل العرض بعض الصور والرسوم البيانية والنماذج التي تسهم في توضيح المعلومة وترسيخها، أن يراعي العرض الفروق الفردية بين التلاميذ، أن يوظف العرض باستخدام طرق التدريس الفعالة بعيدًا عن التركيز على الإلقاء والمحاضرة، أن تتناسب الألوان مع بعضها البعض، التنوع في الحركة والعرض لمحاولة البعد عن الملل وجذب انتباه الطلاب، الحرص على استخدام تصميم موحد في العرض الواحد، الاعتدال في استخدام الألوان والحركة والصور وعدم المبالغة مما يؤثر على تركيز الطالب ويؤدي إلى تشتيت ذهنه والبعد به عن الهدف المراد تحقيقه.